اه طبعا طبعا، حاجه مهمه جدا. المهرجان ده مهرجان السينما العربيه، وانا مبسوطه جدا بمشاركتي فيه بفيلمين البس عشان خارجين وحمله فريزر، فالحمد لله يعني مبسوطه جدا السنه دي. الفتره اللي جايه انا دلوقتي بتتعرض حاليا مسلسل عائله زيزو، وبصور مسلسل الشارع اللي ورانا ان شاء الله خلص تصويره قريب، وابتدي الشهر الجاي عائله الحاج نعمان الجزء الثاني. بحاول اختار ادواري تبقى مختلفه عن بعض، يعني بحاول اختار الدور اللي احبه اللي يعجبني المختلف عن الدور اللي عملته قبل كده.